صباح الخير. أجواء مستقرة وباردة اليوم في العديد من مناطق المملكة. غدا نهارا ارتفاع بسيط على درجات الحرارة، رح توصل درجات الحرارة في عمان 13. يومي السبت والأحد أجواء باردة نسبيا مع ساعات النهار، رح تسجل درجات الحرارة 14 درجة. أجواء شديدة البرودة مع ساعات الليل، رح تسجل في العاصمة عمان 6 درجات مئوية. وهلأ رح ننتقل لملخص الطقس خلال اليوم والأيام القادمة. بالبداية نحذر من تشكل الضباب والصقيع، أجواء أكثر برودة مع ساعات النهار والحاجة لارتداء ملابس شتوية. وهلأ رح نستعرض درجات الحرارة نهار ومساء اليوم. شرق عمان 15، ليلا 7 درجات، رح توصل درجات الحرارة. غرب عمان 13 وليلا 6 وأجواء باردة. عجلون 14، ليلا 7. جرش 16، ليلا 8 درجات. السلط 13 وليلا 7 درجات، أجواء أكثر برودة مع ساعات المساء. مع ساعات النهار رح تسجل في الزرقاء 16 ليلا 7، المفرق 16 ليلا 6 درجات. اربد اجواء غالبا مشمسه 15 وليلا 9 درجات واجواء بارده نسبيا. الطفيله 12 ليلا درجتين، اجواء شديده البروده. الكرك 14 ليلا 7. مادبا 13 اجواء خريفيه بارده وليلا 6 درجات واجواء بارده. البحر الميت 21 أجواء مشمسة ليلا 16. العقبة 24 أجواء غالبا مشمسة ليلا 10 درجات، معان 13 وليلا 4 درجات وأجواء شديدة البرودة. وهلأ رح ننتقل لدرجات الحرارة لمدن ودول حول العالم. نهاية نشرة الطقس، شكرا لمتابعتكم، بتمنى لكم نهاية أسبوع إيجابية وسعيدة. وهلأ عودة لك مهند. شكرا نجود.